السلام عليكم واهلا بكم من جديد على قناتكم قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. النهارده باذن الله هنتعلم طريقه استرجاع الزيارات والمشاهدات مره اخرى على الفيديوهات القديمه اللي على القناه بتاعتك اللي على اليوتيوب. لو انت تمتلك قناه على اليوتيوب وعندك فيديوهات بقالها اكتر من سنتين وسنتين او ثلاثه فقدت زيارات وفقدت مشاهدات، تعال نوريك ازاي تقدر تسترجع الزيارات والتلافق ده مره تانية على الفيديوهات دي، وتقدر تزود ارباحك وتزود مشاهداتك وتزود كمان زوار القناه والمشاهدات والاشتراكات. ازاي ده اللي هنشوفه النهارده في حلقتنا النهارده. بس قبل ما نخش في موضوع وصلب الموضوع، لو انت اول مره تشوف فيديو النهارده وتشوف الفيديو ده النهارده، بدعوك بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس، مهم جدا عشان يوصلك كل جديد بنقدمه على قناتنا قناه نبض المعلومات. نخش في صلب الموضوع يا جماعه. لو انت عندك فيديو بقاله اكتر من سنتين او ثلاثة ولاحظنا ان الفيديو دوت كان بيجيب الاول زيارات على القناة وكان بيجيب مشاهدات، وفجأة لقيته الزيارات بطلت تشتغل، وكمان بعد ما كان واخد ترند او واخد اول صفحة على اليوتيوب بقي اخر صفحة او تاني صفحة او الكلام ده، ده بيرجع لسبب رئيسي جدا. لو انت غيرته الحال القناة بتاعتك هيتعدل من بنسبة 99%. هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نحل المشكلة ديت ونرجع الزيارات دي مرة تانية للفيديو بتاعنا بطريقة جميلة جدا وبطريقة احترافية جدا، والطريقه دي محدش شرحها على اليوتيوب نهائي، طريقه حصريه على قناه نبض المعلومات. هنفرض يا جماعه ان انا زائر عادي جدا بدخل داخل على اليوتيوب بدور على حاجه معينه على اليوتيوب، صادفت الفيديو بتاعك من ضمن الفيديوهات اللي موجوده قدامي. اول حاجه عيني بتيجي عليها التاريخ. لو لقيت التاريخ انا بدور النهارده في 2019 داخلين على 2020، لو انا بدور على حاجه النهارده وعيني جت على فيديو من الفيديوهات بتاعتك، الفيديو ده بقاله سنتين او حاجه، على طول هطلع من الفيديو بقاله، مش هكمل اسمع الفيديو اساسا لان الفيديو ده بيكون قديم جدا. وده طبعا اللي بيحصل في معظم الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب. لو في ناس الفيديوهات بتاعتها سقطت بعد ما كانت على المرتبة الأولى، ده بيرجع ده سبب رئيسي جدا للي بيحصل دلوقتي. معظم الناس اللي بتدخل على اليوتيوب وبتلاقي تاريخ الفيديو قديم، على طول بتطلع وبتدور على شرح يكون بتاريخ جديد أو يكون في السنة اللي احنا موجودين فيها، بحيث ان يكون الفيديو الجديد وكمان طريقة تبقى جديدة. فده بيخسرنا كتير جدا بالنسبة للزيارات، وكمان بيجعل لو انا خدت اكتر، طبعا ناس كتيرة بتدخل وتلاقي التاريخ على طول بتطلع ما بتكملش الفيديو، ده طبعا بيرجع بيعمل حاجة في الفيديو اللي هو بيسقط لك الفيديو. عناكب جوجل بتعرف على طول، عناكب اليوتيوب بتعرف على طول ان الفيديو ده مع استمرار ان الزوار اللي بتدخل وبتطلع ما بتكملش الفيديو، بتعرف على طول ان الفيديو ده مش مهم على اليوتيوب. فعشان كده بتخلي لك الفيديو بتاعك في اخر صفحة من نتائج البحث بعد ما كان اول صفحة. عشان نتفادى المشكلة دي يا جماعة لازم نركز جدا ونخلي بالنا ان لازم ندخل على القنوات الفيديوهات بتاعتنا على اليوتيوب ونفحص الفيديوهات اللي بقالها سنتين وثلاثة. هناخد كمثال، انا كنت غيرت تاريخ لفيديو معين وهنشوفه دلوقتي مثال حي. كامتازيا استوديو بقاله 3 سنين، اللي هي رب تغيير الخلفيات الفيديو بالكامتازيا. نوقف بس الفيديو ده. لو لاحظنا كده يا جماعة هنلاقي الفيديو دوت كان بيجاب 200,000 مشاهدة، زي ما احنا شايفين كان بتاريخ 4/4/2016. ده تقريبا بقاله يمكن 3 سنين اهو معروض، ولكن انا عايز اغير التاريخ دوت بحيث الناس اللي بتدخل عينها ما تجيش على التاريخ وتلاقي التاريخ قديم، فبتغير الفيديو بتجيب فيديو تاني يكون جديد.
عشان اكسب مشاهدات تانية والمشاهدات ترجع تشتغل تاني على القناة، واكسب انا من طبعا الناس عارفة ليه احنا بندور على المشاهدات على القنوات. طب هنيجي على تعديل الفيديو. بكل بساطة انا كنت عدلته، لا بس لسه ما تغيرش التاريخ. التاريخ بياخد وقت عشان يتغير على الفيديو، يعني بياخد من ساعتين او ثلاثة على حسب. بندخل على تعديل الفيديو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بنيجي على حاجة اسمها الاعدادات المتقدمة. لو لاحظنا كده يا جماعة هنلاقي انا مغيره، ولكن هو لسه ما اتغيرش في الفيديو نفسه. اتغير النهارده بتاريخ 28 ديسمبر 2019. بمجرد ما انت بتضغط على كلمة اليوم بيجدد لك التاريخ على طول. لو عندك فيديو بقاله سنتين او ثلاثة، انت بس بتضغط على اليوم على طول بتغير التاريخ، وبعد كده بتضغط على حفظ التغيير. لازم تضغط على حفظ التغيير قبل ما تطلع من الفيديو عشان يحفظ لك التغيير اللي انت عملته. بكده انت اديت امر بتغيير التاريخ، ولكن انت كل حاجة زي ما هي، المكان الترتيب بتاع الفيديو زي ما هو، ملعبتش حاف في الكلمات المفتاحية، ملعبتش في العنوان، ملعبتش في اي حاجة. كل اللي انت جددته جددت التاريخ. من خلال التاريخ اللي انت جددته حضرتك ده بيزيد عدد المشاهدات بتاعتك، وبيرجع الفيديو بتاعك يستثمر مرة تانية وبيطلع مرة تانية على اليوتيوب. يا رب تكون الفكرة وصلت لحضرتكم، واتمنى ان اكون يعني قدمت حاجة لحضرتكم انك تاخدوا بالكم منها وتركزوا عليها جدا، لان الحاجة دي اهم حاجة ولازم تكون موجود على القناة، ولازم تتابع الفيديوهات بتاعتك اللي هي قديمة جدا، وترجع طبعا التاريخ القديم ده ترجع تعمله جديد علشان يجيب لك مشاهدات مرة تانية على القناة بتاعتك. متنساش يا جماعة بلايك الفيديو لو عجبك، ومشاركة الفيديو للناس اللي هي مبتعرفش الطريقة دي عشان تستفاد منها. شكرا لحضراتكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.